عن النهاردة ومن بقى كرة السلة نروح لكرة اليد. وكمان كابتن خالد العوضي أعلن عن صفقة ثالثة وقال إن طبعا أليانا مولكوفا المرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس سوف تصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة. لا دي توصل بالسلامة بقى يا هنا وأسرع وقت دي وصلوها بسرعة بقى نكمل طبعا. وأوضح أن اللاعبة سوف تخضع للكشف الطبي فور وصولها إلى القاهرة لحسم التعاقد معها، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية كبيرة، وطبعا تم ترشيحها للجهاز الفني بقيادة محمد عادل بناء على مسيرتها وسيرتها الذاتية المميزة. وأشار العوضي إلى أن اللاعبة طبعا أليانا بتشغل المركز الظهير الأيسر وتمتلك طبعا خبرات كبيرة وإن شاء الله هتكون إضافة قوية لصفوف الفريق.